السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ المساعد الدكتور صبا عبد الزهر عبيد من كلية العلوم قسم الفيزياء. محاضرتنا طبعا راح تخص طلاب الدراسات العليا الماجستير لتقنية فحص خاصية من الخواص التركيبية الـ FTIR مجهر القوة الذرية. طبعا هاي الخاصية تتركز على أهم معلم من المعلمات واللي يتركز على دراسة الأغشية الرقيقة، وبالتالي فحص هذه الأغشية بتقنية الـ FTIR مجهر القوة الذرية. كذلك يختص جهاز الـ FTIR بقياس وفحص المحاليل اللي متكونة، سواء كانت المحاليل من مواد بوليمرية أو من مواد غير البوليمرية اللي كان تكون باودر، او مثلا مواد تكون بليندينج بوليمر يعني مجموعه من البوليمرات. ايضا مجهر القوه الذريه من النظريات او من المعالم الاساسيه اللي تخصه، هو يختص بدراسه الفانكشنال اوف جروبس، يعني مجموعه المجاميع اللي تختص بدراسه المجاميع الكيميائية الخاصة لمعرفة نوع الأواصر ضمن هذه المادة. فنقدر أن نوظف الـ FTIR بشكل مختصر، إنه شنو الـ FTIR وأهم الأطوال الموجية اللي راح يستخدمه كمواد بشكل عام ضمن أي أطوال موجية، الـ Visible والمايكرويف. فإذا الـ FTIR إشعاع أو أشعة المجهر القوة الضوئية أو ما يسمى بالأشعة تحت الحمراء، اللي هي راح تكون ضمن الأطوال الموجية المرئية والأطوال الموجية اللي تكون الدقيقة المايكرويف ضمن الإلكترومغناطيس سبيكترام. إضافة إلى الأمواج تحت الحمراء تكون أطوالها الموجية أطول من المدى المرئي وأقصر من الموجات الدقيقة المايكرويف. كذلك تمتلك ترددات ضمن الترددات اللي تكون أقل من الفيزيبل وأعلى من المايكرويفز. إذا تكون الأطوال الموجية عكس الفريكوانسي من الناحية يعني امتدادها اللي راح تكون ضمن الفيزيبل وضمن المايكرويفز. أيضا المناطق ضمن تحت الحمراء ضمن الـ FTIR تقسم إلى ثلاث مناطق: النير والميد والفير انفرايد، أي القريبة والوسط والبعيدة عن الأشعة تحت الحمراء. النير انفرايد اللي تكون قريبة من الأشعة تحت الحمراء راح تشيرنا إلى طيف اللي يكون قريب على الضوء المرئي الفيزيبل لايت. أما اللي راح تكون البعيدة عن الأشعة تحت الحمراء اللي راح تتركز على الجزء اللي راح يكون قريب من المايكرويفز ريجن. أيضا المنطقة الأخيرة الميد انفرايد اللي راح تكون بين المنطقتين القريبة والبعيدة. المصدر الابتدائي والأساسي ضمن إشعاع الأشعة تحت الحمراء هو يكون الثيرمال راديشن، اللي راح عبارة عن حرارة تسلط على العينات السامبلز، وبالتالي راح هاي العينات راح تتأثر بالإشعاع الناتج، حتى نقدر أن ندرس الخاصية أو بشكل عام الدوال اللي ضمن هذا السامبل. أيضا الإشعاع تحت الحمراء ينتج لنا من حركة الذرات والجزيئات. هاي الحركة طبعا اللي راح ناتجة من زيادة في درجات الحرارة ضمن ديفايس الـ FTIR، لأن هو راح يعطينا فد موجات من الإشعاع، بالتالي راح تنتج لنا إنتاج نتيجة هذا الإشعاع راح تعطينا قراءة مصورة بشكل إيميج صور ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى يعطينا سايز معين لكل حبيبة من حبيبات السامبل اللي نستخدمه. طبعا الـ FTIR راح يكون هناك اختلاف بالنسبة للهيومن إضافة إلى الأنيمالز، يعني للبشر للحيوانات، حسب البقعة أو السبوتس الموجودة، البقع في كل جزء من أجزاء الجسم. يعني
فور اكزامبل مثلا للانسان راح نلاحظ انه الاطوال الموجيه اللي راح تتاثر بالاشعه تحت الحمراء تتراوح الى تقريبا ما يصل الى 10 مايكرونز طبعا. وهنا راح احنا يعني حساباتنا راح تكون بحسابات النانو تكنولوجي يعني بالسكيل اوف نانو. اضافه الى الايمج اللي الصوره الظاهره لكل سبوت موجود ضمن الفيجر مالتنا هو راح يتحدد بالوان معينه. فور اكزامبل مثلا في البادي ان ذا هيومن في جسم الانسان راح نلاحظ انه هناك فد مناطق مثلا تكون يلو تكون وايت تكون ريد. كل لون من هاي الالوان له فد تفسير معين ضمن مدار او مجهر القوه الذريه. نلاحظ ايضا الاواصر المترابطه اللي هو هنا راح يجي العامل الاساس اللي راح نشتغل عليه هو ما هي الاواصر اللي راح تربط لنا كل ماده مع الماده الاخرى. عندنا مجموعه من الاواصر كل اصره لها تاثيرها المعين سواء سميترينج او انتي سميترينج او بيند. كل اصره من هاي الاواصر لها تاثيرها وتعني تفسير معين. يعني الاصره الاولى هي تعني لدوال معينه، الاصره الثانيه لدوال ايضا اخرى وكذلك الاصره البيند. ايضا راح نلاحظ اكو فد فروقات معينه بين ماتيريال واخر من ناحيه الانرجي ليفلز من ناحيه المستويات الطاقه، لان هناك راح يكون امتصاص مختلف بين ماده وماده من ناحيه تكوين هاي الماده ان كان سوليوشن او ثينفل. فلاحظ انه الابزوربشن الامتصاص راح هنا يؤثر على مستويات الطاقه، وبالتالي هذا التاثير ناتج من درجات الحراره لان الرايديشن اوف تريتمنت اوف تمبريتشر الى تاثير جدا واضح وملحوظ في زياده. كلما زادت درجه الحراره راح نلاحظ اكو زياده في امتصاص الماده، وبالتالي راح تظهر اواصر مختلفه، راح تظهر عندنا مستويات طاقه مختلفه. اضافه الى الجاب اللي هو الانرجي جاب عرض الفجوه او عرض الحزمه اللي راح تكون بين المستويات. نلاحظ في هذا الفيجر يعني الاختلاف اللي راح يكون بين الاصره الاولى والاصره الثانيه. الاصره الاولى هو من نوع الستريتشنج والاصره الثانيه هو من نوع البند. اللي راح نلاحظ هنا الاواصر ضمن هاي المجاميع الفعاله اللي هي الاو اتش الاكسجين والهيدروجين، واللي راح تكون ضمن ويف لانث ما يقارب من 4000 الى من 1000 الى 4000 نانو بالنانو سكيل. ايضا راح نلاحظ انه قدرات تحليل الاشعه تحت الحمراء راح ذكرناها طبعا في بدايه حديثنا انه راح تختص بمجموعه من السامبلز من النماذج ان كانت باودرز سولتس جيلز اميليوشنز اور بيور ليكويدز اور سوليوشنز. اضافه الى اكثر البحوث ركزت على اللي يكون عمله ضمن البوليمرات تحديدا لابد من فحص هذا التقنيه اللي هو فحص مجهر القوه الذريه حتى يعرف اهم المجاميع اللي تتداخل ضمن مجموعه الاكاسيد والبوليمرات. نلاحظ اهم تطبيقات الانفرايد اناليسيز هو تظهر في اكثر التخصصات منها البحوث الصيدلانيه او الطب الشرعي، تحليلات البوليمر، صياغه المواد التشحيم والوقود، اضافه الى بحوث الاطعمه وضمان الجوده ومراقبتها وتحليلات البيئه وجوده المياه، اضافه الى البحوث الحيويه والبيولوجيه والبيو كيميائيه، واخيرا الطلاءات والمواد اللي تكون خفيفه بالنسبه للتوتر السطحي. اذا لاحظ في هذا الفيجر يعني فد مقارنة بسيطة بين مطياف التشتت ومجهر القوة الذرية، راح نلاحظ انه مجهر القوة الذرية إلى قابلية على ان يصل الى مديات ابعد من مطيافية التشتت الضوئي من ناحية انه يمتاز باطوال موجية تكون تتراوح بين ذكرنا سابقا بين الفيزيبل والمايكرويف
والمايكرويف. لذلك انه اختراقه للماده راح تكون ب يعني ليس يعني يتراوح على مورفولوجية السطح، وانما الى ابعد نقطه ضمن نقاط الحجم الحويبي التي داخل ضمن السطح الداخلي للماده، وبالتالي راح يعطينا ابعاد انه ذكرت سابقا انه 3 دايمنشنز من ضمن صفات هذا الفحص. ايضا نلاحظ انه الاي ار لايت سورس اللي هو مصدر الضوء للاشعه تحت الحمراء انه راح تكون تتراوح لمختلف النماذج ما يقارب من 1000 الى 4000 بوحدات النانو. لذلك انه العامل الاساس كل ما احنا نزيد من درجات الحراره راح نلاحظ انه الاطوال الموجيه تختلف، اضافه الى امتصاص الماده، ظهور فاكشن اوف جروبز دوال للمجاميع الفعاله اكثر. فاذا درجه الحراره لها تاثير اساس على الانرجي ليفلز، على مستويات الطاقه. ايضا نقدر ان نوظف فدايجرام بسيط لنظام الـ FT Optical System اللي راح نقدر أن نوضحه بصورة مبسطة إنه مين يتكون consist of FT IR Optical System. يتكون من أولاً مصدر للضوء، يسقط هذا المصدر طبعاً على نوعين من المرآة اللي هو Movable Mirror and Beam Splitter، واللي راح تتجزا الى البيم سبليتر الى الفيكس ميرور. اذا عندنا نوعين من المرآة تسقط عليها اللايت سورس راح تعكس لنا البيم سبليتر، وبالتالي هناك اكو فد منظومه من الليزر اوف غاز اللي هي من الهيليوم والهيدروجين راح تعكس لنا هذه المنظومه السامبل تشامبر، وبالتالي هناك كاشف يكشف هاي العينه من ناحيه فحصها. اذا الديتكتر ايضا من الديفايس ومن الاجهزه الاساسيه ضمن الـ FTIR. ايضا انواع الميرر هو يتركز على نوعين من الميرر الاساسيه، الموفبل ميرر والفيكس ميرر. الموفبل ميرر راح تتجزا الى نوعين من الفيسز من الاطوار، بالتالي النوع الاول من الاطوار راح يكون بشكل قمه وقعه وباتجاه واحد، لكن الفيكس ميرور راح يعطينا موجتين متعاكستين مع بعض بشكل قمه وقعر، وبالتالي راح هذا النوع من الدوال الموجيه راح تتوظف في قياس مجهر القوة الذرية أو مجهر الـ FTIR، وبالتالي راح يعطينا البوزيت للأوبوزيت للفيس والسيم للفيس من ناحية الويف شيب. لاحظ أيضا الفوريير ترانسفورم راح يختص بالأوبتيكال باث من ناحية الانتنسيتي ومن ناحية الويف نمبر أو الويف لينث. اذا هنا راح نلاحظ انه المسار البصري راح يكون له تاثير اساسي، وبالتالي المسار البصري ناتج من امتصاصيه الماده. اذا امتصاص الماده لها تاثير كبير على الاطوال الموجيه الخارجه من هذا النوع من الاجهزه اللي راح يختص بدراسه الخواص التركيبيه للمواد. طبعا محاضرتنا تكون ان شاء الله مفيده لطلبه الدراسات العليا، وهي حقيقه مستمره يعني ومحاضره طويله، لكن يعني الوقت المحدد لعرض المحاضره يعني يتحتم لنا انه نعطيها بشكل مختصر. ان شاء الله تكون المحاضره يعني ممتعه وغير ممله، واشكر على حسن استقراءكم.